إيه جاء ابن حبيب قال وما حصل هذا؟ هو حصل لكن هنا ربما هذا يقتل هذا. قال له ما حصل هذا؟ فالخليفة نادى هذا الساعي الواشي ناداه وأمر بضربه 80 ضربة. الله لا يرده، لا يرد الظالمين. والله بعد مدة اجتمع هذا الواشي برجاء ابن حيوة فقال له، قال له يستسخى الغمام بوجهك، الناس إذا طلبوا الغيث إلى رب جاء رجاء ابن حيوة، والثمانون ضربة في ظهري سببت لي 80 ضربة لأنك كذبت الخبر. فقال له رجاء، هنا الشاهد، 80 ضربة في ظهرك خير من قتل مسلم.